بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المقابله تاع اليوم، مقابله بريمي باراج تاع الحسنيه الازهري مع فريق اللي كيحتل نفس المرتبه، حنا وياه 7 نقاط. شوف التعثر تاع الحسنيه هذه السنه، كنقولش كما يقولوا فريق ضعيف، ولكن نقول سوء النتائج جاو عن طريق كما يقولوا تضيع بزاف الفرص. شو حتى اليوم كملنا 3-2، كنا في المقابله تكمل 5 ولا 6-2. فريق هذا ما جاش مهودي هنايا، جا كما يقول هو بحتال 3 نقاط، لان هذوك اوني بوزان كاع الفراقي باش نخرج من هذه المنطقه تاع الخطر هذا. الحمد لله انا كنقولها، كان من بدايه السنه رغم النتائج ما كاينينش وكما يقولوا الترتيب، ولكن نقول خوف على الحسنيه ان شاء الله الازهري. نتمنى هذا هو الديبار ان شاء الله، نتمنى الديبار تاع الفريق ان شاء الله.